صحفي مشهور فرنسي في المغرب لن يقبلها شرطي ثلاث قسم ثالث ما تدرس خصنا نستنجد ولكن خرجوا دابا عندنا ارتيكل لو بتي ماروكان حمادي لو شامبيون دي بلاد كتبقى تزرنا حمادي كتبقى حمادي هو هضر بان شرف في لو بيدريدو ديال ماروكا يعني كان واحد اللاعب من تيدرس اسمه حمادي وقيل هو الوطن ديال المنطقه هذه واحد اللاعب هو اللي جعلنا نكون ميكروس وانا كنشوف راسي بان واحد الكشاف ديال الصحافه اللي متقاعدين باش نكون نتبع الكره والحمد لله مشوار الكره في العربيه وطبعا ما كان عندي وكنتمنى ان شاء الله نخرج من الصحافه الاخرين بكلام مزيان واللي يستاهل وشكرا.